الخبر اول اللي عدنا عن قمر مار والغى هالفولو من حساب نورمار على التيك توك. فقمر مار مبارح جات مسوية فولو لحساب نورمار بالتيك توك، ولكن نورمار هو قرر انه ما يرد لها هذا الفولو، لذلك قررت قمر مار انه تشيل الفولو من حساب نورمار بالتيك توك. طبعا هذا الشيء نوعا ما كان صدمه، وخلى هواي من الاشخاص يتساءلون هل هذه بدايه انه قمر مار راح تطلع وتكشف الحقيقه، اذا هي كانت فعلا مهدده او من هذا الكلام. ما ادري صراحه، انتم احبه بالكومنتات شاركوا حركه قمر مار والغى الفولو من نورمار بالتيك توك. ننتقل حاليا نور ستار وكشف الحقيقة مرضها اللي ما حجت به للعالم في واحد من المقابلات اللي سويتها جانت بليلة عيد ميلادها. وبهذه المقابلة صارت تقول انه هي من فترة كانت مصابة بمرض الكورونا وهواي عانت بمرضها، وفي هذا اكتشفت انه الصحة هي اهم شيء بالعالم. راح اعطيكم هذه اللقطات تشوفوها عم تفهمون اكثر. انا مرضت السنة الماضية سلامتي. سو هذا من الدروس اللي قلت لك، يعني اول مرة كنت امرض هالقد لدرجة انه صعبة كانت، ما شاركت على السوشيال ميديا، بس المرض اللي مريت فيه علمني كتير. صرت هلأ بهتم بصحتي، بروح على الوقت على الدكتور كتير. رح تطلعي تحكي عنه تقولي شو صار معك ولا حتخلي لك؟ ما بعرف اذا بقلك او ما بقلك، بس صار معي كورونا انا، ومن بعد ما صار معي كورونا بأمريكا مش هون، جسمي كله يعني تعبت بطريقة كبيرة. فما بعرف إذا لازم أقول هالحكي ولا لا، لأنه هاي خبر كبير. كمان أول مرة باي ذا وي بقلك، يعني أنت عم توعي العالم هون أنه انتبهوا يا ناس، إذا صار معكم كورونا يمكن ما تستهتوا بصحتكم كتير، يعني وأثرت حتى نفسيتي من بعدها، وكتير قصص صارت معي. فتعلمت درس أنه الصحة عن جد أهم شيء. أنا الشغل عندي مهم كتير، يعني شغلي أولويتي بالحياة، أهلي وشغلي. هلأ تعلمت أنه الصحة أهم من الشغل، صح؟ فلأنه أكيد. بدون الصحة ما في شغل. ننتقل حاليا ليلى مراد وأخيرا زواجها. طبعا ما يعرف أنه هي ليلى، فهي يوتيوبر لبنانية ونزلت على حسبها بالإنستغرام هذا البوست، وبهذا البوست كان بهذه الصورة اللي كانت تعلم خلالها أنه هي خطبت من الشخص اللي كان يصور وياها باليوتيوب. بتذكرت بعد الصورة أنه بعد 3 سنين من الحب بيناتهم قررت أنه تنخطب، فإن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله يوم الزواج بيناتهم. وطبعا لا تنسوني يا حبايبي تباركوا لهم بالكومنتات على يوم خطوبتهم. نختم اخر شيء بانجازات اليوتيوبر، نبدي فافا نبولي وصول قناته باليوتيوب ل 6 مليون مشترك، فان شاء الله الف مبروك، عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني يا حبايبي تباركوا لهم بالكومنتات على هذا الانجاز. ننتقل حاليا لإيمو مار وصول حسبه بالانستغرام من 500 الف متابع، فان شاء الله الف مبروك، عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني يا حبايبي تباركوا لهم بالكومنتات على هذا الانجاز. واخر شيء نختم بارش جاده وصول حسبه بالتيك توك ل 6 مليون مشترك، فان شاء الله الف مبروك، عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني يا حبايبي كلها بالكومنتات على هذا الانجاز. وصل يا حبابنا وصلت المقطع، من المقطع عجبكم ما تحطون لايك وتشتركوا بالقناه عشان يكون فيز زي مقاطع من القصص. فجروا المقطع باللايكات وبس، مع السلامه.